من اعضائه. زي ما قلت لكم امبارح هتستمر الاحتفالات بنادي الزمالك، بطوله غاليه، بطوله مهمه جدا، الجميع فيها تعب واجتهد، جمهور بدايه، اداره تحملت الكثير، وجهاز فني ولاعبين. معايا عبر الهاتف الان واحد من اكثر الاعضاء نشاطا في مجلس اداره نادي الزمالك، الاستاذ هاني شكري. يا فندم مشرف، منور، سعيد جدا بتواجدك معايا. ميرسي يا كريم، كتر خيرك، ميرسي على ذوقك. انا بتشرف جدا يا فندم وبهنيك، والف مليون مبروك، فوز مستحق لنادي الزمالك امس. ربنا يخليك، ومبروك لكل الجماهير العظيمه، جماهير الزمالك واللعيبه الابطال اللي عملوا ماتش رائع الحقيقه. اكيد المباراه امبارح داخلنا كثير من الضغوط على مجلس الاداره بكل تاكيد، وعلى الفريق بشكل عام، اعتقد المباراه ديت تفرق معاكم كتير الفتره القادمه يا فندم. الحقيقه مش عارف اقول لحضرتك، قصه الضغوط اللي علينا دي احنا ما بنبصش للحاجات دي، احنا عندنا بلان ماشيين عليها وما بنهمناش الضغوط، انما الحقيقه اللعيبه كانت محتاجه البطوله دي جدا. الجماهير محتاجه البطوله دي جدا، عشان كده ربنا كرمنا الحمد لله. امبارح في لحظات كتيره كانت صعبه في المباراه، ايه اصعب اللحظات اللي عدت عليك يا فندم؟ البنالتي اللي جه الحقيقه علينا. احنا كنا شايفين انه يعني في كلام شويتين، والبلم بتاعنا اللي ما اتحسبش بعد كده، فدي كانت اصعب اللحظات. انما الحمد لله بعد كده الولاد ادوا اداء رائع الحمد لله. عظيم. البطوله دي بدايه لموسم عظيم لنادي الزمالك، متفائلين بيها يا فندم؟ احنا عندنا لعيبه تقدر تحصد البطولات اللي جايه كلها. في شويه تنظيم اداري، ده اللي بنحاول نعمله. دعم الجماهير مهم جدا. اللعيبه بتاعتنا بالذات بتتاثر جدا بالجمهور، فلما الجمهور بيدعمها النتيجه بتبقى رائعه. زي ما حصل امبارح، حضرتك بتقول انه الزمالك فيه حاليا افضل لعيبه، وقدموا شكل رائع امبارح كمان في مباراه السوبر، هل ده معناه انه الزمالك هيبقى فيه تدعيمات جديده، ولا ده اكتفى الزمالك بهذه التدعيمات الموجوده في الحقيقه في تدعيمات، واحنا دايما بندعم، وكنت لسه بتكلم في الموضوع ده. احنا حتى تحت السن، القطاع اللي ماسكه كابتن حسين السيد جايب ثلاث لعيبه افارقه تحت السن في منتخبات بلدهم. انا متوقع اللعيبه دي تاخد الحقيقه الفتره اللي جايه، ويبقى ليهم دور كويس، ودول لعيبه كبيره جدا في منتخبات بلدهم. ففي بلان شغالين عليها. الحقيقه التدعيمات اللي حصلت في الفترة القصيرة اللي فاتت تدعيمات مش كبيرة بس مؤثرة. ممتاز جدا. وشفنا امبارح الحقيقة اللاعب المغربي الممتاز بنتايك هايل. فالحقيقة احنا شغالين ببلان، وربنا بيكرم واحدة بواحدة. هايل. قضية موبينزا وصلت لحد فين يا فندم؟ لا الحقيقة احنا موقفنا محترم جدا الحقيقة، اللي عمل المجهود ده بشكره عليه زميلي الأستاذ عمرو أدهم ومعاه الأستاذ ناصر عزام. إنما الحقيقة يعني ما مشينا بالكتاب بالظبط، والحقيقة عشان كده عندنا حق، وإن شاء الله نجيب حقنا. عظيم. الفترة اللي فاتت مع كثرة الضغوط على مجلس الإدارة اللي حضرتك قلت إن إحنا مش حاطينها في اعتبارنا كمجلس إدارة، وإنه ماشيين بخطة واضحة، كتير من الناس كانت بتتكلم بقى على خلافات ومشاكل في مجلس الإدارة، ودايما كلكم بتطلعوا يا فندم كل الناس بتتكلم بحب واحترام شديد جدا، فرصه حضرتك دلوقتي تاكد على هذه العلاقه الجيده في مجلس اداره نادي الزمالك. جدا. بص يا فندم، احنا مجلس بنتناقش فيه بحريه. وعندنا جو ديمقراطي، والحقيقه احنا يعني كل واحد الحقيقه في مجاله فجر محترم يعني. فالمناقشه دي مناقشه الحقيقه صحيه جدا ولصالح الكيان. فممكن نختلف ولكن احنا حبايب وصحاب وزمايل وكل حاجه، ما فيش اي مشكله في الكلام ده. وده بيحصل في اي مجلس الحقيقه. انا كبرت الموضوع، مش حضرتك يعني، بس الاعلام كبر او السوشيال ميديا كبرت المشكله، وهي مشكله يعني صغيره الحقيقه، تحصل في اي مجلس وبتحصل بين اي زملاء. يعني العلاقة بينك وبين الكابتن أحمد سليمان علاقة جيدة؟ لا، ده أحمد حبيبي، ده حبيبي يعني. ده أحمد بالذات حبيبي. طبعا صحيح. أستاذ هاني شكري عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، بهنيك مرة أخرى، ألف مليون مبروك الفوز بالسوبر الأفريقي.